الثامن من شروط الصلاة ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. Демек, 7-чи намаздын шарты деген бул авратын жабуу. Адам намазга турганда толук авратын жабуу турган кийимди кийиш керек. Нам. Аврата аль-мара аль-хурра аль-балига кул аль-бадан аура. Ла бут тугатти жамиа аль-бадан илла вожха. Ва инда аль-ажаниб тугатти хатта аль-вожх. Нам. Аль-мара аль-хурра аль-балига. Мара хурра ва балига. Кабира лейсат сагира. Ла бут тугатти жамиа аль-бадан илла вожха. Ва инда аль-ажаниб تغطي حتى الوجه. نعم. أجانب يعني عند غير المحارم. نعم طيب. نعم غير والدها الزوج الأخ الأبناء. نعم. يمي أورات جواردا عيالدن أورات قندي دكيندي عيال نماز قطرقندا باردك دنيس أورات بوليس بترد وشو جزءنهم باشكا جزءنهم باشكا. أعير ده وشو نماز أقصد كم وصو أراسنا باشكا وشو توغان ميس جاكم توغان مخرم ميس آدم دوجر كم وصو. دميك بول دارج بيزنن وشو بيتنا جزءنا جاوش كريك ملت بول. عيال وشو. نعم. والرجل يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. نعم. يمي يرككترن دمي عورات جاوز خان ده يعني وشو جنكتن باشتاب تزيجة وشين جاوز كيرك سوسوس جانا وشون دولي إيكي يينين جاوز كيرك جانا تولك وشو يسنون هذا جيمين دي جيش كيرك. نعم. لأن الآن عندما يصلي على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه يأخذ كامل الزينة في الصلاة يكون في أكمل زينة عندما يصلي لله سبحانه وتعالى والله أعلم. دمك أدم نمازك ترقندا الله تعالى القرآن ده بيزك بيرقندا سيختو إيه جاكش زينة تانب إيه جاكش قوزنوب قوزنوب نوالدا نمازك تروش كريك هنكيني بول الله خي يبرات كلو الله الله تخش بليشوي.